شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميعا بخير. شوف هاي غريبه، شوف شوف شلون نشرب. تشرب مي؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ ذني زوج حبريات مو مالات، ذني مو مصبغات. هسه هاي نحير بذني نحن، وهاي الشقة في يمي قريبة انا، بس يمضي مجال الطيور. والله ما ادري، شوفوا نشرة، نشرة كلش نشرة. نبي الحبريات يمها. يلا هي شربت شوية مي الظاهر، يعني رستت راحت بالحافة. شيكو بالحافة. سدني زوج حبريات مو طيوري. هذا بي حلقة صفرة، وهذا ما بي حلقة، وهاي ثوان اللخ. شوفها راحت راح لو والله ضاربها شقف. هيجي صعدة ثاني مو موعد. هسه ذبكر هنا شوي لي قدام، ذبكر شوي لي قدام. نشرات عمي، من احتمال مالت خالد، لان من يجي حبريات يا قاع يمنا، من يجي لو تيك نقول غريب، بس طيره وفحل. ياكل نشوف ذي الكلبه. شوفوا راحت بس شربت مي. شوفوا راحت هذا طير الوكيل، لاني الا هيك ان شاء الله تنعاود. والله خلى راس الخالد شوف ايش يقول، طيور ولا مو طيور. ليش نضل؟ وعيني ذني طلعنا مالات خالد، بس هاي البيضة مو مالته، هاي غريبة يعني. بس ذني الحبريات مالات خالد. شوفوا ذني المطاردات، وهاي هياتها مشلبة لي غاد بالحافة صغيرة. بس غير طير حقيقي. هذا اللي يروح يحط هيك حط عاوية. شوف حتى من التور تخاف، من الحمر تخاف. شنو هسه؟ لا تقدر تطير، لا تقدر. هاي ما تعرف مالت خالد لو يطير. انا ما ذني جواب طارق. هاي شذي طلعنا بوجهه. لا افترى الافترى. ذني من الطيور الجدة، ذني ولايف المكعكلات اليمنى الاثنين. هي ذي شيتت يم خالد. هاي وين حطت؟ لكن هاي حطت. المكعكلات ولايفهن ذني. شوف هاي قامت تجي ليجو، قامت تجي ليجو. الظاهر ما شربت مي هو، خليني اقعد على صفحة. الظاهر ما شربت مي هواي. شوفوا جتي لو مثلا شربت مي وبعد تريد اكل. نشوف والله تنزل ما تنزل، براحتك. هم حلقيها، هم بيها حلقه هاي من حلاتك. طير كئيب مدري شلون هذا. ما اول ما اشوف نثيه غثيثة. شبيك نزل ونشب. حتى ذا طيارة نزوجة على الهندي، الهندي ظهر طيارة ماكو، مدى يحصل طيارة، هوته طيارة جوا. هسه طبعا خابرني ولد من المدينة، بعت له هاي الفرخات اللي هيجي عمرهن الربع ذيل واللي دا ينزل هستوى، قال لي اريدهن كلهن. المهم فراح يدز لي ولد عليهن ياخذهن. ما اعرف جوز هالايام ما ادري اشيل حلة بيهن وخلي يولن. لو نصبر مثلا من نطب العاشر نص العاشر هيجي نبدا نشيل حلة بالحبريات، بعدها نقرر. هسه خلينا نشوف هاي تنزل تصعد فحل فار عليها نزلها يسوي لها شغله. شباب راح اقوم اشيلها بالشقف، بس انا متاكد اول ما راح اقوم راح تروح بالحافه.
فوالله خلي نصبر شوية عليها بلكي تنزل. هذا قام يقرأ عليها، شوف 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 شوف. يلا ولك سويها، يلا ارفع على جناح. اي عافية، بعد مرة بعد مرة. ايه ايه بطل انت، وين القصة؟ شو قصة هذا؟ فد مرة خاف، لا بي بياض لا بياض. هذا تريد تنزل هسه شوية جفلت. مع العلم انا فاتح الحبريات شباب جوا 130 140 حبري، ما حطت يمهن، لقيتها نازلة هنا، ما نزلت جوا يم الحبريات. ماكو مي شباب، خليني اضرب اشقف اجيكم ثواني. اوقف اوقف جت. اي شباب، هاي عيني عاوية، حاجة 500، حاجة 350. هاي هم الحمر طارت شوية، خلينا نراكم اياها ان شاء الله بعد كم يوم شوية يخفن تترتب امورهن ويبدي الفصل مالتهن، تبدي الونسة والهزيمة والترتيبات والمخبات وفصل الشتاء اللي يخبر. ان شاء الله موسم حلو، ولا احلى من تخلي لايك وتشترك بالقناة، تتأكد انت مشترك وتسوي لنا فد دفعة معنوية. شوفوا الطير يريد يطير، طير يريد يتونس، الجو يسوي له واحس، لان جوه نبيض احنا ما نقدر نطير هين كلهن. شوفوا قبل الصيد لا تهفي لي، لا هن يطورون عمي، حتى فصل هسه يمكن احلى من فصل الصبح، والله هسه يطيرن طيور احلى من الصبح. هاي العصريه والظهريه هسه عود ساعه يمكن بالاربعة ونص، هسه ما اعرف بالاربعة، بس جو يخبر. طبعا خاف احد يسال على هذا التيدي الاخضر مالتنا بذاك، ما رجع شباب. شوف ذني حمر بلكي طبن بيهن مني فوق زوج، شوفون اللي قبل علينا، والله فرار روح والله، بس عاليات علمنا طيورنا. ادري وينك احمر يطير هال 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 هذا، عاليات والله، والله كان خفت له شويه انصح. يلا خلينا ننزل لي جوا نشوف شنو الدرس. ما نزل والله هذا التي دي، ضيعنا المصبوغ اخضر اللي قبل بيوم، تأخر وطار فوش مطيار. هذا أخوه طبعا، وين أخوه؟ هذا أخوه، مع الأسف ما جاء والله. هاي الجولدن شوية فتحت، هذا هم شوية زين، هذا شوية زين، ذني ثلاثة ما مصبغات دخلناهم جدد. إن شاء الله يعني باكر نفتحن هم بالفصل، عدا هاي ما طيرها باكر، لأن آخر يوم يعني طارت خوش مطيار، فشوية نريحها. وذني منه أنا كلها تطير، كلها باكر تطير، واحد اعوى من الثاني. اغلبهم صغار واغلبهم بيهن طخه وبيهن عمر. شباب شوي قعدت متاخر ففتحتهن بثمانية تقريبا، ثمانية وربع. شوفوا ذني هسه هاي الطيور كم طير ذني ما يخدمنا، ما بيهن فائدة. مثلا ذني الكراس عراقي الاثنين، مثلا نبل الزبيري القهوائية، الفحل الأحمر القديم ماتي، لأني يعني أربعة خمسة طيور ما يفيدن. إذن اثنين أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة بس أنا أقول لكم من هاي التسعة أكو اثنين لا يفيدن، اثنين ذني يفيدن، من التسعة ساعة الدار هذا ما يفيد، ما يفيد هذا، لا ال 14 يطير ما عليه شيء. هذا البارحة قلنا عليه الحصان الأسود اللي تأخر البارحة، اليوم ما يطير شوية، طير متعوب مو مشكلة، مفروض أنا اليوم أريح، بس دا أطير لأن عندي شغل باشر ما أقدر أقعد لين، والوقت هم يمشي يعني بعد ما أضل شيل السباق فطيرت. شوف البقية صعدن كلها صعدت، بني بعد دني سحلان وروحن، وايد صعدن
هنا بس الصفرة ما طيرتها، بس التيدية الصفرة اللي في الجولدن الصفرة اللي نزلت البارحة آخر طيرة، وذاك الغبض ضاع راح، هاي نزلت آخر شيء فما طيرتها. اللي يسدني شوية اللي يحط يحط اللي يصعد يصعد حتى تطير الأرافل. هاي صعدت الفرخات هم يتدشرن إن ذلني تسعة أو في هنا على المطعم. شباب عيني القهوائية الاثنين الكراسات عراقي هذا بالزبير، ذني ما بينهم فائدة، ذني أصلا ينزل الطيور يعني الطيور طائر صعدت مقام ذني هذا المطي هذا ينزل الطيور. هذا والقهوائية والاثنين الكراس العراق ذني ما يفيد، لازم ينشالن. ولو نقدر نظل نطير بعد بين فد 4-5 مطيارات إذا ما بينت نتيجتهن نشيلهن بعد ما بيه مجال، لأن إذا تحسب للسباق بعد مطيار بين يوم ويوم يعني جوز بعد لفد 8 مطيارات 7 مطيارات ونص يوم السباق. المفروض هسه بعد إحنا نحاول نختار من الحمام اللي رايح خدمة. إحنا الطيور اللي تطير من بينه معروفة لحد هسه إحنا ما مدخلين عليها ترتيب، شيء بسيط يوم حتى منطقة لا البارحة مي ولا اليوم مي، بس كم طير الصبح تلكم ساعات متأخر كم طير طيته مي. أشوف مثلا هذا هذا ينشحد هذا هسه ما يفيد غير مرة يطب سباق. شباب طبعا الساعة 10:00 هسه حاطات عندنا طبعا الفرخات صعدات، بس زيد حطات عندنا 1 2 3 4 5 6 حاطات، هذا 7 8 9 10 هذا الحصان الأسود بعد طاير 10 ذاك واحد عالي 11 عندنا اختفاء والله هواي مختفيات. هاي هم اليوم شوية طولت هاي الحبرية المصبوغة ازرق هاي الدق دق شوية خدت تعدل الكاميرا. هاي الكاميرا من اصور وهاي البلاويدة بس الطخة يتغير تغوش. شوفوا هنيهم 4 هسه هاي هم اليوم زينة هاي. هاي اليوم قوة فارة تعتبر يعني ساعتين تقريبا. هذا الاحمر شنو؟ هاي من يطير النجوم مفتوحات ولا ما ادري. والله مو طيرنا بس الحمر مفتوحة. الحمر مفتوحة عندنا اختفاء والله هواية يعني عندنا جوز فد ما اعرف 10 اكثر مختفيات. عندنا اللونين مختفي، الطيرة الجولدن الخضراء اخت الصفراء مختفية. شنو هذا؟ بصراوي ما ادري رخيت. عندنا الداب ولا مختفية هم صاعدة فوق خوش طيارة اليوم طارت. عندنا ما طيارة هذا شنو هذا رخت قرارني مو طيارنا هذا احمر ديفتر فوق الطيور وين راح بس جون كات هذا هنا قريب نطيرين طيارة جون احمر راح ابوجه هسه مو صعدنا لك يبقى الطفر بوجه طلع هذا اجي اجري وين اختفى والله شباب اجي شوي البيوت وين انت هاي راحت حط عندنا هاي اليوم هم طارت تعتبر زين اليوم هاي بس هاي مشكلة عاشرتها هيك 3/4 بعدها ما كاملة هاي تشوفوها عندنا هاي الداب التشينة اللي تطير بيها البيوت اليوم إلا مختفية بالسما ما شاء الله رايح فوق إن شاء الله خير. هاي الجولدن الخضرة هم بينت عندنا الوردية مختفية عندنا الفحل الجنحين مختفي عندنا الطيرة مطخة مختفية الطيرة الجولدن طيرة الزبيري هم ماكو بعدها واعد نطير عالية واعد بين عدنا نبدأ القفل شوية شوية مين يبدأ ينزل أخت هاي همين طيرة المصبوغة أخضر اخوتها الهاي همين فوق مخاليف 2 مدري 3 واي عندنا فوق هاي الجولد هنا لا مو الجولد بعد بعد عندنا هاي عندنا هذا نزل الفحل هذا اللي حاطينه انا مو مشكلة والله شنو بعد هاي هم خوش طيرة
هذا مال خالد مطير بصراويات. هاي تشينا هم نزلت. هاي الجولدن طيرة الزبيري. وبعد عندنا طيور عالية هسه شوف. فعل هذا بطق على الخضر الحصان اللي الاسود طاير والله. لا والله ذاك وين حاط الغبي. حاط بس اكو غيره طاير مو مشكلة بعد. الجولدن طبعا الساعة 11 وربع تقريبا حط عندنا هذا الشاد. حطت الجولدن حطت هاي مطخة سرعة حطها هاي من القديمات حطتها. ايش عندنا بعد طاير؟ عندنا هذا واحد شوفوه هذا مال السيدية. عندنا فوق الوردية شفتها بس عندنا بعد البانتيز ما مبين. اخو البانتيز ما مبين. الطيره المصبوغه فيروزي نفس الحبريات ما مبينه. هاي اذا ضيعنا بعد نغسل ايدنا من الشغله. ثلاثة مدى اربعة بعد. الوردية شفتها قبل شوية بس البانتيز واخو ما لي محد. الطيرة الحبرية ما لي محد. هاي نفس اللون الحبريات. ها ما بينه كم. ما اعرف بعد شنو الدريس ما ادري. اه عندنا الفحل ابو طخه بعد ما مبين. اكو كم تك والله بعدهن. شباب عيني بعد لنا 6 طيور تمام. الساعة 12 تقريبا 12 الا شوية. ذن اثنين هذا مال السيدية والوردية. مال السيدية والوردية ذن اثنين. وبعد عندنا منو؟ بعد عندنا البانتيز واخو البانتيز والطيارة المصبوغة فيروزي نفس الحبريات وفحل ابو طخة مال قبل 7 سنوات اسابق بي تمام. 6 طيور بعدنا. ذني الثنين اللي حطن ذني اقوى طيارين تقريبا. فالبقية دخل مرحلة الخطر. الشغل يعني اتصور الشغلة عاوية. يعني هسه ذني اذا حطن ثنين وكان عندنا اربعة من الاربعة خلنا ننطي خساير بالله واحد خليه يولي. اذا ثلاثة نزلن الامور طيبة. اذا الثلاثة نقصن من عندهن يعني عود القضية. ما نوصل للسباق مستحيل نوصل. انا متأكد ما نوصل للسباق. يعني اذا نوصل للسباق انا متاكد نوصل بالنطيحه والمترديه. ما نوصل الطير بيحط. ماكو نتيجه عمي ماكو نتيجه. تعب وجهد واحترقت حرق ثنا ديمبي اللي صرت من الحر والشمس وماكو نتيجه بالاخير. خلي نشوف شنو وضعيه. ثاني هم صعدن والله مرت له. اذا هن ينزل هنا هذا يطيرون من انا يقب المالات خالد الصيده ثاني نشيل نروح. ما اعرف والله يا شباب. يعني البانتيز خوش طيارة اخوه خوش طيارة. وديش الطيارة الاخرى شويتية تخبل ديش الطيارة انا اسميها الزرقاء وصباغتها لون فيروزي على ازرق. كلش طيارة راقية والله العظيم. معقولة حد تسلمها؟ والله بعد ما ادري يا شباب. شباب الساعة بالوحدة بينت عندنا وحدة. حلو بالوحدة بينت وحدة. خلا طلع ذني شوية قمز انا. بينت هاي الطيارة التيدية اللي مصبوغة نفس الحبريات. بس شوفوا خالد مطير التور مالته شلون حلوات ما شاء الله. هسه راويكم بس خليني اخذ لي في. شوفوا مالات خالد هاي الحبرية مالتنا هياتها. هاي شوفوا هياتها هاي. هاي بينت ما شاء الله. وذني مالات خالد شوفوا شلون صعدن صعدة حلوة. شوفوا طبت بنص الحبرية. هاي الحبرية ذني مالات خالد. الا صار بالغيم. شوفي بعلو كيدي هسه زين عيني بينت عندنا وحده. بس هذا الفحل اللي كان على الحطه ماكو اختفى والله. وبعد عندي والله 5 نقص يا شباب. هسه هاي طلعت وحده يعني بعد 4 مشكله والله يا شباب. بس لا نضيع. اذا ضيعنا بوري بوري معدل. شوفوا مالات خالد لما ذني هياتن. شوفوا ما شاء الله خوش طور ذني ولايف المكعكلات الاثنين اليمنى.
كلش خوش طيور، هني اربعة ستة وانا هن عشرة، هو عشرة مطير كان، هاي عشرة تنبني، وهاي الفوقة هن مالتنا اللي طيارة تارة جديدة. نقول بلكين يزن البقية. عرف الله شباب عيني، قلت لكم الطيارة هاي فوق وبينت بين مال السيدية هم بين، يعني اثنين بينن من الخمسة الفوق، بس مالات خالد ما عن اختفن طشن، ما ادري وين راح، صار انطشار هيك طلع عن قبل، ما اعرف شنو الموضوع هذا، احمر غريب. المهم انا مال السيدية هسه من فوق هاي وذيك الحبرية فوق نقطة مرتاحة متونسة على الاجواء، يعني ان شاء الله الامور زينة. مال ذني اثنين بس يبقى عندنا ثلاثة، البانتيز واخو وبعدتك ما اعرف. خلص هذا طير هاي الحمراء، حمراء غريبة مو غريبة ولا ما ادري. حطها طارت اختفت، جت ارادة تحط واختفت، ما اعرف ماكو بطير فاتح جنحه من تأذي، كل الطيور طبيعية يعني ما لاقي. شوف والله خاف حاطها هنا هاي هاي ترى نزلت والله الحمد لله نزلت هاي، بقى بس هذا مال السيدية طب من فوق هاي واختفى، بلكي هم ينزل، بس مالات خالد طشن 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 ما عن، هو عشرة مطير إلا كل واحد بمكان صار. هاي الحمرة شباب حاطة على البيتونة اللي صفنا، ذني مالات خالد بدي ينزل، ذني ثلاثة ينزلن أربعة خمسة، هاي مالتنا الطيارة خلينا ننزل من جوا نصورها. أنا تفلشت هاي خطي، هذا مال خالد خلا طيرت هي، طيرت هي طبعاً ساعة واحدة وكسر واحدة وشوية دقائق. وين هاي مالتنا هياتها هاي؟ شوف 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 متفلشة، الله يعينه الساعة شو باقي بيها هاي. هياتها هاي خلي تحوطها، شوف شلون ذا بتروحها جاب، حطها 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 دبي روح شط، شوف شباب يلا شوف ما تقدر توقف على رجلها يا يابا، تشوفوها شباب ما تقدر توقف على رجلها، با 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 هاي طير الطيار يتفلش ويجي يوقع، المهم على سطحه خلي ترتاح خطية. شوفوا شباب خطية هاي طارت خمس ساعات وكسر، خمس ساعات وكسر، شوفوا صاير بيها. وقعدنا مال السيدية هسه وانا شفته طب من فوق هاي وطلع قبل شوية عالي، وثلاثة مختفيات بين الثلاثة البانتيز واخو وبطخة القديمة الصورة اني سلمنها. شوف اذا اقدر الزمها طبوها للبرج خطية، شوفوا شباب طيب متفلشة يا يابا، الصاير بيها خطية شباب.
الا منتهيه. شوفوا شباب طير الطيار مسولف لكم اني قبل. شوف وضعيتها بس وزن يروح عظم يطلع بس ما تفتح حلقه قوي فد مره وهالامور. شوف خلينا ننتظر البقيه نشوف شنو الدرس. ها شويه نقعتها بالمي البارد شويه حتى ترتاح. شلون طيره هاي هاي اخذها ان شاء الله هسه شويه شويه تفتح. بس حتى ذني امهاتي يعني موجوده هاي الطيور شباب. اسم خابر صاحبي الطيور يمه اقول له ذني امهاتي نعزلهن نجيب من هنا نطير من هنا. شباب هسه ذا اسولف لكم ما تصدقون. تدرون الاخضر اللي ضاع البارحه بمطيار البارحه هسه اجى والله فوقايه كشيت للارافل عبادني راح لي غاد افتروا اجى دا افتح للحبريات صعدت ورا للسطح العال دا اشوفه راح شوي بيعلو الطير والله لقيت افتروا رجع يعني باوع على السطح كان يطلع قبل هيك بوجهه راح سرح صدق احتياده بارحة ضاع والله هسه اليوم ساعة بالوحدة هسه أنا قلت هذا انصاد والله طير عالمي هو يعني هسه طب من فوق هاي الله بالله على راسين الله ماكو هيجي بالأفلام ما تصير بالأفلام ما تصير نبى شلون دقرك اجا وراح هسه تعال حطون شب والله شباب اجا حتى صورته فيديو صورته صورته صاحبي احمد قلت له اندي سولف قلت له احمد شوف هو هم ضيع البارحه واحد بس لازم الصبح اليوم بالمدينه فكول هي هذا الناقص اجى من فوق هاي وراح الله العظيم شغله هاي بلكي الله يرجع هسه عليه من يطلع بعد اربعه من خمسه هذا الاخضر واخوه مال السيديه هم طاير هسه طب من فوق هاي واختفى والبانتيز واخو البانتيز وطير قديم من مالتنا هسه عمي خليه يضيع عن اثنين ينزل البقيه والله هذا الاخضر اذا اجى والله شباب ما حتى صورته فيديو حرامات والله بس بلكي بلكي اذا قريب بلكي يرجع هسه شفتي راح لي غاد شوفوا شباب هذا الطير هذا الطير حياته هذا الاخضر مال البارحه ادري بعد شنو اقول لك شنو اقول لك بعد يعني المفروض يجي يحط حياته هذا يعني معقوله ما كشف عنده هذا مال البارحه ضاع حياته لكن الا ما يحط والله ذا بروحه ذا بروحه يمكن هذا حياته شوفوا شباب يعني خو ما مخبر تخيل هذا حياته هذا الاخضر مال البارحه والله طير حديده والله يمكن تكى يمكن تكى يمكن اقتنع اقتنع بالحرفه ما اريد اشيل عيني من عليه شباب باع باع ناقص باع ما اريد اشيل عيني من عليه والله دا يضرب دواير على البيت شباب خله هدي خله هدي هذا طير حياته انا حتى الكاميرا انا قمت ما وجهت والله العظيم هو طير لونه همين مثل لون السماء هذا شوفوه بعد ما ادري فتحت له طيور ونقلت له ودق دق الطير يعني المفروض ده يلقف المفروض يلقف بعد ما راح البارحة ناقصي من البارحة لليوم شو تريد تصير من انت والله دا يضرب دواير هو دا يضرب دواير هذا اتصور ان شاء الله ينزل ينزل ان شاء الله هسه بعد انا شنو الفيديو عليه نقلت لو شافني وظل هاي هسه من ياخذ فوق سطح خمس ست فرات شنو معناها غير يعني ها هي استقر الطير وندل خلاص انتهت الحفله بعد هو يمه هذا هذا مقطع الله والله راح يقبل اللي بين الطيور والله راح يقبل شباب عيني هذا واحد نزل هذا بطخه
هذا القديم راح ونزل من السماء نزل هاني والله درد اتغدى حتى عبد الغدى قلت خلي اشوف شكو ماكو فوق هذا انا ما محسب حسابه هو قوي وطاري يمي قبل بس انا قلت ما ينزل بعد هذا شباب الساعه بثلاثة حصير ومطير بثمانية شوفوا نزل والله خلينا نصعد نشوف شكو ماكو هاي شباب هذا وين الطير شوفوا شلون ينزل مرخوخ هو هذا الطير والله من السما نزل تعبني والله شباب كلش تعبني ما لي خلق بعداني ما لي خلق والله هاي الامور يعني يغثني يأذن هذا يونس شوف حركات شوف هي عجبك يتونس عليه الاخضر الناقص قبل شويه بين الا بالسماء ادري ما تنزل يعني انت من البارحه البارحه اني مطير بالسته ونص ايش قطرت غير نبتهم زين هسه ثاني يوم انت يمر عليك وهسه ساعة بثلاثة تقريبا وين تريد توصل بعد؟ وين تريد توصل؟ هذا بطخة حياته نزل لو بطخة هسه خلالنا امل بذني الفوق وقعدنا البانتيس واخو والاخضر هذا اللي مال البارحه واخوه ابو طقعه مال السيديه مال السيديه شفته الاخضر شفته ذاك الاثنين ما شفته هذا خوش صاير هذا اللي ينزل شوف طير بيطخ من الثمانية للثلاثة كم ساعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش واحدة اثنتين ثلاثة ثمان ساعات تقريبا ثمان ساعات طير لا مجهزه لا دانطي ما الى هالامور هيك دا طيره اللي هات والله والله ساني صراحه انا اريد بس الاخضر واخو اذا اجلني البانتيج وذاك الاخضر ضاع خلي ولا بس هذا الاخضر حرامات حرامات ايش طير ما يتعب شباب ايش طير ما يتعوض والله شفته قبل خلي نص شفته يعني بيه مجال هذا بطخر عادي والله لقيت هذا ما ينزل بعد بطخ ولا هو مره هم سواها يعني والله بقى وقته هم اختفى قلت هذا راح والله وتعالي ينزل لك وين ورا كم ساعه غلب الطيور كلها وصراحه مدخله اني سباق هذا يعني والله هم نازل تقريبا بالوحده ونص ثنتين سباق من السباقات يعني ما فد يوم دق دي الناقصه ابدا وطير حائل كبير طير حائل كبير شوف حتى مني حط بنص السطح فتحت العراقيات الزواج المفتوحات حتى قلت خاف يطلع يبين اي واحد من يمهن شوف الطيور جوايجي هسه مني حاطة طباوع عليه مو كلش تعبان شباب مو طير متفلش ومنتهي لا شوفه طير لان هو طير يعني جسمه قوي شوف نص السطح من العدم اجا والله من العدم اكو قانون بالتيدي يقول لك مني يحط عندك طير ها يبين عندك طير ثاني فهسه احنا ننتظر الطير الثاني يبين يا الله نشوف ننتظر ونشوف شوفوا الشباب هاي الساعة بثلاثة هسه من الحديقة والله منتظر الغداء ها هذا يا الطير شي يريد بعد هذا من البارحة من البارحة هذا الطير شو وقت يريد ينزل الزين حط له الطيب هاي هم عارف اذن وخلص اذان الساعه 3:30 هذا الطير يعني
ما اعرف هذا طب الغيبة شنو اللي تريده يعني جائزة نوبل لك هذا خلص تعال حوطة ستة شنو شنو معناها والله عجيبة هاي المقولة مال ختامها مسك كاني سامع بيها ما شايفها يعني قبل بثلاثة ونص تقريبا احنا صورنا الطيارة الساعة 4:30 الطير طبعا رايح جاي هسه تقريبا قمت ما اشوفه ما اعرف اختفى اخوه راح ضاع البانتيزا اخوه ضاع يعني 4 نقص اليوم والله شباب ما اعرف يعجز اللسان صراحة يعني انت طير من البارحة طاير يعني جقطرت واليوم جقطرت زين شو تريد تحط هذا ابيض ما ادري شنو فما اكو نتيجه شباب اكو نتيجه والله العظيم يعني هذا قبل شوي انا شفته صورت لكم اياه شفتوا انتم المقطع قبل شوي يعني قبل كم دقيقه ذاكوا هنا يلا ذاكوا هنا يلا يعني مو كافي شباب لا والله كافي لو مو كافي هسه همين يعني والله يعني شرد احكي هسه يعني اكو وش طير يعني انت من البارحة شوف اللي يفتح جنحة يعني انت من البارحة وين تريد توصل شوفوا هاي بالسما شباب والله هيك ما ادري شلون لقفته هسه الساعة 4:30 يعني اني اذا هذا طاير من الصبح لي هسه فاهم صار له تقريبا 10 ساعات فحسبوها من ال قول من الستة طاير لحد هسه الساعة بالاربعة 10 ساعات مو زين والبارحة ايش قطار زين اذا انت هسه طاير لك الساعة 4:30 وانت بعدك بالغيم، زين شو وقت تنزل؟ شوفوا شباب ما يبيع اذا اسحب هيك ما تشوفونه هاي شوف هلا هيك الله يبينه هلا هيك الله يبينه هذا وين هذا؟ يقول لك الايفون ما بيزوم حتى جنحه نقص ريشة والله ما ادري شباب تعبني هيك الله العظيم تعبني هي العداية عيني خلي اكمل اكل الطيور وما يهين وانتظر اجي اجي ما اجي بعد شيء يسوي له الساعة بالخمسة شباب الطيور نزل يعني هاي يمكن اول نصية اشوفها ينصاها بهالدرجة هاي يعني صراحة هاي اول نصية ينصاها هيك يعني ان شاء الله نقول خير والله ما ادري قمت ما يعني ما اتفائل صراحة مدى اتفائل بعد يعني انت شو تريد؟ مرة بداير على البيت الطير اول مرة يمر بهيجي مستوعب زين هسه هذا اذا خليه يحط هسه خليه يحط وبعدين يتفاهم وياه هذا اذا حط ان شاء الله ورجع لنا يعني راح اريحه بعد 3-4 ايام هو كم طير ذني راح ارستهن 4-5 ايام اخليه هنا يرجعن كانهن ما طيرات شوف هذا يضرب داير فوق البيت شوفوا يعني ثقة ومأمن الطير وده يندل انه هذا مكانه ولو ليش ده يفتر فنان غير يعني يعرف هذا مكانه وهاي الطيور مو هو طير ولا الكمرليات بعد شي ايد اكثر هاي الكمرليات هم طيروا هنا بس اخاف ان هي حاط قال لك دوت تروح خل نروح ما اعرف ان شاء الله ان شاء الله خير شباب ادري ما جاء ما اعرف ايش والله ما اعرف تعال شوف جهالك تعال شوف اهلك عجيب يلا بركي شوي نصر بس المشكله صارت بالخمسه شباب بالخمسه يعني بعد 3-4 ساعة ظلم الدنيا بعيني الساعة بالخمسة واثنين وخمسين دقيقة اي 6 إلى 8 دقائق الطير ما بين اخر شي بين 5:30 تقريبا مو صورناه هسه بعد ما بين الطير يعني اتصور انتهت الحفلة يعني اخر شيء لا والله بين ورا 5:30 بين انا شفته بس ما صورت لكم اياه اجي شفته بس شوية انصى لا والله صورت لكم اياه قلت لكم هاي انصى شيء فما اعرف بعد والله شباب انا متعب الصراحة انا صور الطير انتهت القضية بعد نختم عيني شباب ودا صارت مستجدات على المقطع الجاي ان شاء الله باب تعديل بسيط حياة الطير هذا فوق البيت 20 متر والله اجى نصه هيك نصه هيك نصه هيك وعاف
عافني وراح، عافني ولحظه ومشوا وعاش يسوي ها في مال لا يم سافرين شفتوا سيده وعدل هذا وين هو والله شباب طير يعني ما ادري هسه انا سوكي سوكي شوف شلون بروحه بقى شلون بروحه شوفوا 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 هذا يومين الطير يطير يومين الطير يطير هذا الطير شباب يومين لو مو يومين ولا عبالك طاير هاي شنو شو تحط لها شباب شلون تفسر هاي شنو تفسيركم لهاي الحالة بلا زحمة عليكم طير متفلش منتهي ما يجوع راح ينزل على الاكل هسه زين ما شارب مي عمي ما ماكل بقى مسحوق من على الوالدة بس ما انطروحه يعني ما انطروحه شباب اخوه اليوم ضاع وبعد اثنين ويا ضاعن بانتيزو اخوه واخوه هذا مو اخو نفس الام والاب يعني غير بس عشرة نسبة يلا شباب على الاقل نختم بشوية شغلة تهين تلين الامور نعمة يلا تحياتي